عدنا إليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى القسم الأخير من صباح النور. حيل ونصائح جديدة في التدبير المنزلي سنتعرف عليها اليوم مع الخبيرة في التدبير المنزلي هدى أبو جودي. أهلا وسهلا فيك معنا. صباح النور هدى، كيفك اليوم؟ الحمد لله. دايما أفكار هيك وإرشادات بتفيد. صحيح. كل الأشخاص اللي بيحبوا يهتموا بالمنزل. رح نبتدي بأواني الفضة. نعم. نعرف أنه مع الوقت هيك بيتأكسدوا كأنه مع الهواء. أفضل طريقة لتنظيف أواني الفضة برأيك شو هي؟ هلأ طبعا منى، أول شيء صباح النور، صباح النور لجميع المشاهدين. بتعرفي في عدة طرق لتنظيف الفضية، بس هلأ نحن قادمين على الشتوية. من الأفضل الطرق اللي أنا بلاقيها هينة على الست، لأ ما عندها وقت تفرك بأدوية وترجع تجليون لقيت أفضل وأنسب طريقة. أنا جبت لهم سامبل صغير، بس هني فيني يحطوا قطع الفضية، الأواني ممكن تكون صينية كبيرة. نعم. عندها جات أكبر كبيرة فيها تحطها فيها، بس أنا لا أقدر سهلهم يشوفوا التب كيف لازم تنعمل. نحن منحط جات ومنجيب ورقة ألومنيوم فويل على قد الجات ومنحطها بهالطريقة هيدي بقلب الجات شو ما كان عددهم، وفينا ننزل كل القطع الفضية منحطها على الألومنيوم فويل ومنزيد ملح خشن. كلهم بيعرفوا هيدا ملح الخشن، منزيد فوقه ملح خشن. شو مهم هالملح الخشن؟ نعم. هلا اذا قطعة موجودة لنقول دازينة كيكين، دازينة شوك، دازينة ملاعق، هن بحاجة تقريبا لنص لكوب من الملح الخشن، منحطهم فوق الفضية القطعة الفضية والورقة الألومنيوم فويل، منزيد عليهم مي مغلية. مغلية بدأت بيتفاعلوا مع بعضهم، وافضل يحطوا كمامه لانه بيتفاعلوا مع بعض وبيطلعوا ريحه. صحيح. شوي مزعجه بس ما بتاذي. بنتركهم تقريبا بياخذوا لحدود الثلث ساعه تتبلش المي تبرد، ببين عنا انه كل الادوات الفضيه تغيرت ورجعت صارت تلمع، بدون ما نفركها بشيء. نحن فينا نشيلها نفوحها بمي وننشفها بقماشه ناشفه، بس لحتى ما ترجع لان اذا تركناها مي بترجع بتتاكسد مع الهواء وبتسود بسرعه اكثر. بقى هيدي من افضل واهين الطرق. وبالنسبه للجوتات كله فيهم فيها تعملهم بهيدي الطريقه. هلا في عده طرق انا بسمح اشرح عنها هلا اليوم لتنظيف الفضيه، وكمان هاي الطريقه فيها تحط سناسل الفضه، حلا، عقد، سواره مصنوعين من الفضه، فيها تستعمل. نعم. هذه الطريقه لتنظيفهم. بفتكر هينه هاي الطريقه، كثير هينه، ما بتاخد وقت لانه ما فيها شغل. هدى، كيفيه انا بفتكر تنظيف الكاسات، يعني كل شيء كريستال وكاسات وكبيات كمان مهمه، صعبه جدا اوقات بتكون. نعم. لانه بيصير عليها نوع من البقع، كمان الطريقه الافضل. هلا منى بتعرفي كل شيء كبيات حتى لو ما كانوا كريستال ممكن يكونوا ازاز او اواني زجاجيه، ممكن يستعملوا صحن ازاز ترانسبيرون شو ما كان متوفر عندهم، وبكلس على المي. المي عندنا كلسيه بلبنان بتعمل كلس ابيض على داير كل الكبيات والكاسات وكل هالقصص. انا بالبيت عامله قنينه سبراي، قنينه بترش فيها بقلبها خل ابيض فقط لغير، بس خل ابيض بحطهم كلهم بالمجله كل فتره وفتره، بس يعملوا هيدا زيح الابيض ويتواجد عليهم، بحطهم بقلب المجله برشهم مزبوط كلهم بالخل، بتركهم تقريبا 10 دقائق ربع ساعه، وبرجع بغسل الاواني عادي مع الصابون. رح يلاحظ مع الصابون كل شيء عادي مشان الريحه، لانه اوقات ريحه الخل بتكون شوي ما بتعلي، بتروح الريحه، بتروح بتختفي، كلهم بخافوا من ريحه الخل. مع انه ريحه الخل ما بتبقى شو ما كنا عم نستعمله اكثر من 5 دقائق، هيك اول ما تشمي ريحتها 5 دقائق بتبطل تشمي ريحه. بنغسلهم ومننشفهم عادي، كل فتره وفتره فينا نعمل هيدي الطريقه. بتعرفي نحن اللبنانيه معودين وبالدول العربيه معودين انه نحن كل موسم بنرجع من نعمل اعاده تنظيف للاواني. صحيح. بالمطبخ، بالدرسوار، بغرفه السفره، غرفه الطعام، كل هيدي الطريقه. هذه طريقة أهم شيء لنحن نشيل كل الغبار المتراكم على الغراض على الزجاجيات والكريستال. بسبراي سبراي خل أبيض بنرشهم بنتركهم ربع ساعة ونرجع بنغسلهم عادي وبننشفهم. بالنسبة لاصفرار التاب. نعم. مع الرطوبة بنشوف أوقات إنه صحيح. منى بتعرفي
أنا بنسأل كتير كتير عن هذا الموضوع، مشان هيك مرات كتير برجع بحط هذا السؤال بين الأسئلة اللي نحن عم نحكي فيها. الإصفرار على التياب، الإصفرار على التياب بيتأتى أكتر شيء على الأبيض، بيجي من وراء مننظفه، منبعته على المصبغة، نحن منغسله، منكويه، منضبه من الخزانة، نجي بالموسم الثاني لنفتحهم منلاقيهم عليهم بقع صفرة. هيدي البقع الصفرة ومرات بيكون عليهم حديد، يعني زر حديد أو شيء بيعمل مثل بقع الصدي. هو شغلتين، الإصفرار وبقع الصدي، ما بيروحوا عن هالقطع لو بعتوهم على المصبغة إلا بطريقة واحدة وكتير هينة ومتوفرة بكل بيت. نستعمل حامض الليمون، حبيبات حامض الليمون، لأنه بيجي مثل مطحون أكتر من شوي من الملح، مثل بيكربونات يمكن، مش إنه التكستشر، لا مش مثل بيكربونات، بيكربونات أكتر باودر. أوكي. حبيبات حامض الليمون صغيري. نعم، فينا نحطهم، منرش التياب فيهم، نحط عليهم مي او منبلهم مي، بنرجع بنرش عليهم وبايدنا، مطرح ما في بقع بنمسدهم هيك بهالطريقه. بس من الضروري نترك القطعه كل الليل لتاني نهار. تاني نهار بنقوم ومنغسل القطعه عادي، بنشوف انه بقع الاصفر اختفت. اكيد كميه حمض الليمون لازم تكون شوي كثيره على البقع اذا كانت كبيره، لحتى المي ما تكسر من فعاليتها، ومغسلهم عادي. وزيت الشيء اذا في بقع صدي متقطيه من حديد على التياب. طيب هدى، للاحذيه الرياضيه البيضاء، نعم، اللي بتصير صفرة بعد فتره قصيره كمان بتنطبق عليها هاي الطريقه؟ الشوز التنس شوز يلي الابيض وعليه رابر ما بيصفر الا اذا انحط بالغساله. انا دائما بقول لهم ما تغسلوا الشوز الرياضه بالغساله، بيستسهلوا نعم، ومرات بحطوهم على حراره، هيدي الحراره بتنزع الرابر اللي موجود على الشوز وبتسبب انه يصفر. هذا الشيء ما بيتصلح، نعم، بكل صراحه ما بيتصلح. لا، هن الشوز اذا عنده دايره ابيض وحابين انه يضل نظيف، في ناس كثير ما بتحب الشوز انه يتوسخ اسود او على المشي، او بقطنه اسيتون بيجيبوا وبينظفوا كل الرابر الداير الشوز، وان كان ابيض، كحلي، اسود، شو ما كان لونه. واذا كان في بالحذاء قماش صار اصفر، صار اصفر، بنحط نتفه خل، خل فقط، خل ابيض، ومنرش عليهم بيكربونات الصودا، بنتركهم لتاني نهار على بكره. تاني نهار على بكره بفرشايه ستان عتيقه او اي فرشايه متوفره عندهم، وبيحفوها مزبوط مع نتفه دواء جلي، بغسلوه تحت الحنفيه وبحطوه بالشمس. ممنوع ينحط التنس شوز بقلب الغساله، لانه اصلا ملزق، وهذا التلزيق على الحراره وعلى المي كله بيرجع بفتح وبيطقطق. فهيدي نصيحتي لهم بالنسبه لهيدا الشيء. من الاسئله اللي وردتنا ايضا كيفيه منع تسوس الحبوب والمونه. هلا انا كنت سبق وحكيت انه كل شيء عندنا مونه بقلب البيت، من حمص، عدس، رز، كل وطحين، كل هالمونه اللي موجوده وفاصوليا كله بيسوس مع الوقت، لازم ينحط بمطرح منه كتير مشمس، مطرح رطوبه كمان مهوى، ما يكون فيه رطوبه. هلا في لحتى نمنع هيدا الشيء فينا نحط كنت حكي قبل انه عودين قرفه، فينا نحط كبش قرنفل حبوب مع ورقه غار، مثلا ورقه غار وين بقلب بقلب المونه. عندنا لنقول ازاز، ومن الافضل ينحطوا بازاز مش بغير شيء، الا اذا عندهم اقمشه فيهم يستعملوها. هلا انا ملاقي طريقه جديده، انه نحن هيدي الورقه اللي حكينا عنها الالومنيوم فويل لها افادات كثير كبيره، منجعلكها بهالطريقة ومنحطها بقلب المرتبين، بقلب المرتبين، بقلب مرتبين الحبوب، عدس، رز، فاصوليا، شو ما طحين، شو ما كان، منحطها بقلبهم. ليه؟ لأنه الألومنيوم فويل بنعرف إنه بيسحب الرطوبة، مشان هيك أنا كمان بستعمله بالبراد مع الخضرة، بيسحب الرطوبة وبيمنع إنه الصوص يجي، الصوص بيجي لأنه في شيء ترطب. نعم، بتحطي قطعة يعني أو هيدي متقدر هيدي مثل ما أنا عاملتها، بحطوها بقلب المرتبان المونه وبيمشي او بقلب المرتبان او بقلب البراد كمان، هاي فكره مثل بقلب البراد انا بحطها على الخضره، بحطها علي على الورقه، بضلوا اكثر من 10 ايام ما بينتزعوا، بس طبعا مع تقليبهم كل يوم. نعم، عندي بعد سؤال اخير، بعض الافكار لعدم رمي البسكوي وقوالب الجاتو، يعني اللي ما يعني نجح، ما نجحت او ما نفخت طبعا لعده اسباب. بتعرفي منى، هلا كلنا بنحب شغل المطبخ، هلا في ناس
بتحب بس ما بتعرف. عملوا بسكويت طلعوا شوي قاسيين. انا دائما بخبرهم هاي الخبريه لحتى لها، لانه بضل في ناس ما بتعرف او ما بينجح اوقات الجاتو او لا ما بتعرف شو الحل كمان. اي ما بنعرف الحل هو انه نحن البسكوي شو ما كانوا، حتى لو عملنا معمول بسكوي محشي بسكوي ساده شو ما عملنا نحن وقسي ما منكب شيء، ما في شيء بينكب. في نطحنون يستعملون بيز قاعده للتشيز كيك بهالشكل هيدا، وفي طريقه ثانيه اذا بدهم اياهم ومصرين عليهم انهم يغطون بشقفه خبزه عربي او توست طري، شقفتين توست طري بنغطيهم منيح فيهم وبنلفهم بكيس نايلون وبنحطهم بقلب البوكس البلاستيك وبنغطيها منيح وبنتركها لتاني نهار. تاني نهار هن رح يلاحظوا انه الخبز شرب كل الرطوبه اللي موجوده عليهم وطريو. وفيهم يعملوا هيك كل يومين لحتى يقدروا لكن خلصت الكميه. بالنسبه للجاتو، جاتو ما رفخ انتزع، ما لهم عين يضيفوا، ما بكبوا، حتى لو محروق له حل كمان نحكي عنه بغير حلقه. بس هلا اذا ما رفخوا طيبه طعمته كل شيء بس ما لهم عين يقدموا، بيقطعوا بول بيعملوا بول هيك مع نتفه عصير وبيبرموا بحطوه مع شوكولا سائل، بحطوه مع كثير من الاشياء، في رشوا عليه سكر بودره يرجعوا ويقدموا عصاينيه كثير افكار بقلب المطبخ فيها الست تستعملها لحتى ترجع تعيد تقديم الجاتو اللي ما زبط. افكار كثيره افكار كثيره ما بتخلص. يعني بدي اتشكر جدا مشاركتك معنا، شكرا على كل هذه الارشادات. الخبيره في التدبير المنزلي هدى ابو جوده، اهلا وسهلا فيك. شكرا معنا. تلفزيون العربي، شكرا.